أهلا وسهلا بيكم مع لاكي كيكس. أنا مها كيك أرتست، والنهاردة حابة أقدم لكم الكنافة بشكل غير تقليدي وبحشوات مختلفة. هنعمل مع بعض الكنافة بالنوتيلا والكريم تشيز، وكمان هنعمل بالجبنة ريكوتا. وصفات لذيذة جدا هتعجبكم قوي وهتتقدم بشكل مختلف. كمان هنعمل الشربات بالطريقة المظبوطة المناسبة للكنافة، ويطلع معانا شربات ممتاز ومظبوط جدا جدا. يلا بينا نبدأ بالشربات. عندنا كوباية من المية عليها كوبايتين من السكر وفي كاسرول بنبتدي نقلب على البارد، مش بشغل النار في الخطوة دي. وانس ان انتي شغلتي النار وقفي التقليب. دلوقتي هشغل النار عليها، وأول ما تغلي أضيف الليمون، نص نص من الليمونة بالشكل ده، وهقلبها. بس ان انا هلف الكاسرول، شوفي هلف الكاسرول لكن مش هقلب ولا هحط فيها معلقة بعد كده، وهسيبها ربع ساعة على نار متوسطة لغاية ما اللون بتاعها والقوام يكون بالشكل ده. هطفي عليها وبعدين اضيف الفانيليا واسيبها تبرد خالص. كده بكون عملت الشربات بتاعي، بسيبه يبرد وبعدين بعمل اول نوع من انواع الكريمة، وهي الكريمة الجبنة ريكوتا. معانا حليب وشوية من المستكة أنا طحناهم ونشا والجبنة طبعا. معانا كاسرول هنحط فيها الحليب ومعاه النشا، وهبتدي اني اقلب على البارد، مش بشغل النار خالص في الخطوة دي. اول ما اتأكد ان النشا داب كويس مع الحليب ببتدي اشغل النار على نار متوسطة وموقفش تقليب، افضل اقلب فيها. هنا حطيت المستكة، انا طحنتها بمعلقة صغيرة من السكر، وهفضل اقلب لغاية ما القوام يمسك معايا بالشكل ده. اول ما يتقل معايا القوام هنزل بالجبنة ريكوتا، وهبتدي اقلب كويس جدا واهدي النار. اقلب كويس جدا لغاية ما القوام بتاعي يوصل للقوام الكريمي. اقلب بسرعة شوية، طبعا ممكن تستغني عن المستكة وتحطي اي منكه تاني بتحبي. دلوقتي هنعمل الكريم تشيز. عندنا جبنة كريمي وزبدة وسكر بودرة وحليب مكثف محلى. هنحط الجبنة الكريمي معاها الزبدة، زبدة طبعا بدرجة حرارة الغرفة، والحليب المكثف المحلى. سيب لكم طبعا كل الريسبي في صندوق الوصف، وابتدي اضربهم مع بعض كويس جدا. نتأكد ان الزبدة مع الجبنة اتضربوا كويس، ما فيهاش اي تخريزة او تكتل. شوفوا باخد الجوانب علشان اتأكد ان كله دخل مع بعض. بعدين بضيف السكر الباودر وببدأ اضربهم كويس جدا مع بعض وعلى سرعة عالية. انا عايزة القوام بتاعها شوفي يكون خفيف مش تقيل، عشان يكون سهل عليا في الصب في الكوبايات بتاعت التقديم بالشكل ده. هناخد بقى كمية من النوتيلا وهنضيف عليهم نص كمية الكريمة اللي احنا لسه عاملينها الكريم تشيز، ونقلبهم كويس قوي مع بعض. الطريقة دي بتخلي النوتيلا اخف شوية في الطعم، ومش بتدي التقل بتاع النوتيلا، مش بتحتاج ان انت تسيحيها، وطعمها بيطلع احلى كتير. نقلبها كويس جدا، نتأكد انها النوتيلا والكريم تشيز دخل مع بعض وقوامهم كريمي بالشكل ده. كده بنكون خلصنا حشواتنا، وبنروح بقى نشوف الكنافة. بنجيب مقدار من الكنافة، بنحط عليه السمنة وسكر،
هبتدي ان انا اقلبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده. اتاكد ان السمنه والكنافه دخلوا مع بعض كويس. بجيب بقى القوالب بتاعتنا، انا هنا استخدمت قوالب تارت صغيره عشان يكون شكلها حلو في التقديم. حط كميه من الكنافه، تكون طبقه اولى، حاول اضغط عليها كده شويه، وزعها في القوالب كلها، واضغط بقالب تاني فاضي، بأضغط بالشكل ده عشان اتاكد ان الكنافه اتكبست كويس. ده مهم جدا، حتى لو هتعملي كميه كبيره او تعملي صينيه عاديه من الكنافه لازم تعملي الخطوه دي، تتاكدي انها اتضغطت كويس جدا. بكون محضره عندي الفرن على درجه 180 قبل طبعا ما اشتغل، واكون مشغله الفرن بتاعي. هنا بقى هجيب جبنة الريكوتا وهحط كمية منها على التارت، ودي بتكون الحشوة بتاعتنا. حاول بس ما يكونش فيه على الأطراف، نبعدها شوية عن الأطراف وأفردها بالشكل ده. حط طبقة تانية من الكنافة بس بقى بطريقة خفيفة جدا عشان مش عايزة أضغط جامد، لأن مش عايزة الكريمة تطلع بره. هسكنها كده من الجوانب وأفرد كويس، أتأكد إن الكنافة من فوق الجبنة مش طالعة، يعني بس كمية طبقة من الكنافة، وهضيف لها شوية كمان من الزبدة سوري من السمنة، وأدخلها الفرن لغاية ما تتحمر الوش، وأتأكد إنها اتحمرت كويس بالشكل ده. جيب بقى الشربات بتاعنا اللي برد ونبتدي نسقي الكنافة. الكنافة دايما زي ما احنا عارفين بتتسقي بشربات بارد وهي سخنة. نسقيها كويس جدا وهنسيبها بقى عند التقديم. كنافة الجبنة يا جماعة بتتقدم سخنة بس عشان نكون عارفين عشان ناخد الطعم المظبوط. هنا بقى بنجيب طاسة بنحط فيها شوية من الكنافة، بنحط عليها سمنة عشان نحمر الكنافة. هحمرها لغاية ما لونها يبقى أشقر ذهبي غامق شوية بالشكل ده. بعدين بضيف عليها السكر، السكر بيتضاف في المرحلة دي، ما يتضافش من الأول عشان ما يكرملش ويمسك معانا الكنافة. أقلب كويس لغاية ما أدوب السكر شوية يدخل مع الكنافة. وبركنها بقى على جنب وأجيب التقديمات بتاعتنا. انا هنا عامله كاسات صغيره، متهيألي دي موجوده في كل محلات مستلزمات الحلواني. طبعا انت بتقدميها بالشكل اللي بتحبيه، عندك اي كاسات تانية بتحبي تقدمي فيها، بتحبي تقدميها في اطباق عاديه زي ما تحبي. حط كميه من الكنافه بوزعها في الاطباق. شوفوا طريقتها لذيذة جدا وخفيفة ومفيش أسهل من كده. بجيب بقى أول طبقة من الكريم تشيز، أنا حطيته في كيس حلواني عشان أقدر أوزعه بطريقة سهلة، وبحط توبينج فوق الكنافة. طبعا دي مش بتحتاج شربات ولا حاجة، احنا حطينا السكر بتاعها واحنا بنحمرها، وفي نفس الوقت بنكتفي بالحلاوة بتاعت النوتيلا عشان ما تطلعش مسكرة قوي والكريم تشيز. وابتدي احط طبقه تانية من الكنافه بالشكل ده. شوفوا شكلها قد ايه شيك وجميل وحلوه جدا جدا في العزايم والتقديمات. بعدين بوزع النوتيلا، شوفوا ازاي سهله معايا في التوزيع عشان انا ضايفه لها الكريم تشيز. مفيش اسهل من كده. هبدأ أضيف بقى شوية من الكنافة كمان من فوق، وهحط رشة من المكسرات. أنا هنا استخدمت فستق حلبي زي ما تحبي، طبعا الديكور ده بتاعك انتي حسب ذوقك. وكده بنكون خلصنا وصفتنا. نشوف بقى ازاي هنقدم كمان الكنافة التارت.
حتى بيكون لونها وشكلها بعد ما بتطلع من الفرن وكون سقيناها، بنحطها في طبق التقديم، وطبعا زي ما قلنا بنقدمها سخنة. بعدين بحط زينها بالفستق الحلبي بالشكل ده، شوف شكلها قد ايه لطيف جدا جدا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش الشير واللايك، وياريت تدعموا القناة بالاشتراك علشان اقدر اقدم لكم وصفات تانية جديدة. معانا وصفة تانية جديدة ان شاء الله في الفيديو الجاي، نوع جديد من انواع الكريمة، مع كمان وصفة من وصفات رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وبألف هنا وشفا. تحياتي.